الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدي ومتابعي برنامج للتسامح وطن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم أخوكم خالد عزيز. قبل أن نبدأ بقصتنا لهذا اليوم، ننوه إلى أن إجابة سؤال الحلقة لهذا اليوم سيكون في القصة المذكورة. تذكر سيدنا علي بن أبي طالب أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رزق بولد بعد وفاته أن يسميه محمدا، فأذن له الرسول الكريم، وهكذا أصبح اسم المولود محمد بن علي بن أبي طالب، والذي عرف فيما بعد باسم محمد بن الحنفية، رجل نسب إلى أمه أكثر مما نسب إلى أبيه في كتب التاريخ، تمييزا له عن الحسن والحسين ابني السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمه خولة بنت جعفر الحنفية نشأ على يد أبيه الإمام علي رضي الله عنه، فورث منه صفات كثيرة عرف بها بين العرب، فكان شجاعا قويا فصيحا ذكيا وبليغا. كان علي رضي الله عنه يرميه بالمهالك ويلقيه في متون الحروب، فقد واجه محمدا الكثير من الأهوال في حياته، ولكن هذه الأهوال زادته خبرة وحكمة وتعقل. سألوه ذات مرة: لماذا يلقي بك أباك في المهالك ويظن بالحسن والحسين؟ فيرد بفصاحة: الحسن والحسين عيناه وأنا يداه، فهو يتقي عينيه بيديه. كان رضي الله عنه زاهدا وله من الشرف ما له، ومع ذلك كان أبعد الناس أن يطلب الإمارة. أراد منه عبد الله بن الزبير أن يتابعه فأبى، وطلب منه عبد الملك بن مروان أن يبايعه فأبى، لأنه أراد أن يجمع كلمة المسلمين، لأنه رأى ما حدث في صفين بينما حدث وأبيه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فقد رأى رجالا شوامخ أسود كواسر يتقاتلون، وكان يقول عن هذه اللحظة: لما رأيت القتال مستعرا والله الذي لا إله إلا هو خشيت أن يفنى الجيشان، وإذا بصوت من خلفي ينادي: يا معشر المسلمين، إذا فنيتم من للأهل؟ من للنساء؟ من للصبيان؟ أيها المسلمون أفيقوا. كانت هذه الكلمات استقرت في وجدان محمد رضي الله عنه. ولذا عندما استتبت الأمور لمعاوية بن أبي سفيان بايعه، وعاش في معاوية وعاش في أيام معاوية راسخا هادئا، وعلم منه معاوية ذلك، فكان يكرمه ويعطيه حقه من ذلك. حدثت فجوة وقطيعة في يوم من الأيام بين محمد بن الحنفية وأخيه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فتفارقا متغاضبين. فلما وصل محمد بن الحنفية إلى داره أخذ رقعة وكتب فيها كلاما، ثم أرسلها لأخيه الحسين بن علي، فلما وصلت للحسين فتحها الحسين، فإذا مكتوب فيها: أخي الحسين، إني نظرت فوجدت أنك خير مني، فأنت ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله، فأمك خير من أمي، وجدك رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من جدي، ولقد سمعت أبانا علي رضي الله عنه يقول عن جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وإني أناشدك بالله أن تبدأ أنت حتى لا أكون خيرا منك، والسلام. إذا جرحت مساويهم فؤادي صبرت على الإساءة وانطويت، ورحت إليهم مطلق المحيا
كأني لا سمعت ولا رأيت. فما كان إلا أن قرأ الحسين ذلك الكتاب حتى لبس رداءه ونعليه وابتدر إلى أخيه محمدا فالتقيا وتعانقا وبكيا وتصالحا وذهب ما بينهما من خصومة وجفوة. فانظر يا رعاك الله كيف كانت تقواه وسلامة صدره من الغل والحسد. لم يعش محمدا رضي الله عنه طويلا بعد هذا الأمر، فاختاره ربه إلى جواره وهو بعمر 65 رحمه الله وغفر له. فسبحان الله كيف كانت قلوب أولئك القوم. هل يا ترى لو أرسلنا لأحد الناس أو لأحد الأصدقاء نطلب منه أن يأتينا ويبتدرنا بالسلام وبالمصالحة حتى يحظى بالأجر، سيأتي ويصالحنا ويسرع ويترضانا، أم ستأخذه العزة ويزمجر ويقول أأنا آتيه ومن هو حتى آتيه؟ هذا على جثتي. تسامح النفس معنى من مروءتها، بل المروءة في أسمى معانيها. تخلق الصفح تسعد في الحياة به، فالنفس يسعدها خلق ويشقيها. سؤالنا لهذا اليوم، نرجو أنكم كنتم مركزين مع قصتنا، من هو بطل حلقتنا لهذا اليوم؟ الإعادة مرة أخرى، من هو بطل حلقتنا لهذا اليوم؟ متابعينا الكرام، يسعدنا أن نتواصل الآن في اتصال هاتفي مع الدكتور صالح عبد الكريم البلوشي، مدير برنامج الدراسات الإسلامية واللغة العربية بجامعة جميرة بدبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. يا مرحبا بك، شرفتنا اليوم. الله يحفظكم. الله يسلمك، بارك الله فيك دكتور صالح. نحن نتمنى نستفيد منكم في هذه الأيام المباركة، سلمك الله. ونحن كذلك إن شاء الله نشارككم في هذا البرنامج الماتع وهذه الأطروحات الجميلة، لا سيما حول التسامح. سلمك الله دكتور صالح، الله يحفظك. نحن الآن في العشر الأواخر من رمضان، والسيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ما أقول إن لاقيت ليلة القدر؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. حول هذا المحور دكتور تحدثنا وتحدث مستمعينا. الحقيقة أستاذ خالد، التسامح منظومة إنسانية وإسلامية عظيمة لها يانع الثمار وجميل الآثار. نعم. وهذه الدعوة المباركة التي تكون في ليالي رمضان، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، فيها إيحاء جميل ودلالة عميقة لمقصد التسامح والعفو. نعم. فإذا كان الله تعالى القيوم متصف بالعفو ومحب للعفو ونطلب منه العفو، ينبغي أن نحقق هذا المعنى في حياتنا، سبحان الله، وأن نتصف بالعفو والمسامحة والمساهلة. والإنسان في هذه الدنيا اجتماعي بطبعه، ولا يخلو من التواصل مع الناس، وفي الوقت نفسه لن يسلم يعني من وجود بعض الأخطاء أو التعدي عليه. لكن هنا يظهر أصحاب النفوس الكبيرة الذين يعفون عن الناس ويصفحون ويتجاوزون ويوقنون. الإنسان الذي يصفح ويتصف بالتسامح يدرك أن كثير من العداوات تنقلب إلى صداقات بسبب هذا التعامل وبسبب هذا التسامح. ولذلك لما نقرأ الآية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. العداوات تتغير إلى صداقات بسبب التسامح وبسبب رقي التعامل. ولذلك كان يعني من أخص صفات أهل الجنة العفو والصفح، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وأيضا صميم صفات المتقين
وأن تعفو أقرب للتقوى. ولذلك حث الشارع الكريم وجاءت الآيات والنصوص التي تؤكد هذا المعنى. اليوم نحن نحتاج أن نتحلى بهذين الخلقين الكريمين، العفو والتسامح. النفس البشرية حتى تتخلص من الأدران، أدران القلوب، وحتى تتصف بالصفات التي فيها الخير والمحبة وانشراح الصدر وتعزيز اجتماع الكلمة، ينبغي أن تتصف بهذه الأخلاق، العفو والصفح والتسامح مع الآخرين. والإنسان، يعني كنت أقول دائما للناس، التسامح فيه الجزاء من جنس العمل. سبحان الله. وهذا مصداق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: اسمحوا يسمح لكم. فالذي يتسامح مع الناس سيجد ثمرة ذلك راجعة عليه في حياته، يجد أن الناس يتسامحون معه. ونحن في هذا الأمر نسد أبواب كثيرة جدا، يعني نزعات الشيطان. الشيطان يحرص للإفساد بين الناس وإلقاء الجفوة بين الناس، فالإنسان بهذا التسامح يسد هذا الباب. وإن كان لنا قدوة، فأعظم قدوة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. لما شجه قومه وآذوه أشد إيذاء، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ونجد أيضا لو تأملنا في سير الخلفاء الراشدين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما تعدى ذلك الرجل عليه بالكلام وقال: إنك لا تحكم بالعدل، فما كان من أحد أقرباء وأصحاب مجلسه إلا أن قال لعمر وذكره بالآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فتجاوز عمر بن الخطاب عن هذا الرجل. وهذا كله تحقيق لهذه المنظومة المهمة في حياتنا، وهي التسامح. اليوم كثير من الاختلافات، ذلكم الصفيح الساخن من التوترات بين الناس والاختلافات، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى الوظيفة أو على مستوى التعامل في المجتمع عموما، ربما من أهم أسبابه أننا فقدنا التعامل بهذا الخلق الكريم وهذا التسامح. ونحن في عام التسامح وفي شهر التسامح، ينبغي أن نعزز هذا المعنى في حياتنا. ونحن الآن مقبلون على أيام العيد، ينبغي أن ندخل بنفوس متسامحة، وأن نعفو عن الآخرين، وأن نتصف بهذه الصفة الكريمة. لعل هذه تطواف سريعة حول هذا الحديث العظيم. شكرا لك دكتور، شكرا لك دكتور، وبارك الله فيك، يعطيك العافية. احنا سعداء جدا بتواجدك معنا، وجزاك الله خير، ولنا لقاء آخر إن شاء الله بإذن الله عز وجل. وأنا أسعد. شكرا. وأشكر لكم إتاحة هذه الفرصة للمداخلة والمشاركة. شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا لك، يعطيك العافية. السلام عليكم متابعينا، مستمرين معكم، وابقوا معنا وقرب الشاشات بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم. مستمعينا ومشاهدينا الأكارم، عدنا لكم مرة أخرى. من هو بطل قصتنا لهذا اليوم؟ بطل العفو وبطل التسامح الذي ذكرناه في هذه القصة. نذكر بالسؤال مرة أخرى: من هو بطل قصتنا، قصة العفو وقصة التسامح الذي أتى في هذه الحلقة لهذا اليوم؟ نرجو أنكم
كنت متابعين للحلقة منذ البداية وحفظت الاسم بشكل صحيح، وتواصلوا معنا على الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة. نذكر بأن اليوم لدينا جائزتين تابلت و500 درهم. نذكر بأن لدينا اليوم جائزتين جهاز لوحي و500 درهم. ومعنا أول اتصال، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ وليد حياك الله. الله يحييك. شو حالك يا وليد؟ الحمد لله طال عمرك. أتمنى أنك كنت متابع من الأول. نعم أكيد متابع القصة كاملة. يلا عيل تعطينا الإجابة، من هو؟ محمد بن علي بن عبد المطلب رضي الله عنه. محمد بنو؟ بن علي بن عبد المطلب. لا مو محمد بن علي بن عبد المطلب. أنا بصحح لك، أنا بعتبر إجابتك صحيحة، بقول أن اسمه محمد بن عبد الله بن علي بن أبي طالب. محمد بن علي بن أبي طالب. اسم الآخر، اسم الآخر محمد بن الحنفية، سمي على اسم أمه. اسم أمه نعم. نعتبر إجابتك صحيحة، شكرا لك. جزاك الله خير. معك يعطيك العافية، حياك الله. معنا الأستاذ ياسمين من الشارقة، تفضل أستاذ ياسمين. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، ايش حالك استاذ ياسمين؟ الحمد لله الحمد لله. طمنا متابع اليوم؟ وائل ان شاء الله بخير. استاذ وائل بخير وسلامه ويسلم عليكم. بلغ لي سلامنا ان شاء الله. الله يسلمك. متابعتنا اليوم البدايه. تابعت حضرتك. ايوه جميل جميل. شو هي الاجابه؟ هو محمد بن الحنفيه، امه خوله بنت جعفر الحنفيه، وابوه سيدنا علي بن ابي طالب الهاشمي القرشي. جميل جميل، يعطيك العافيه، شكرا لك. الله شكرا لك. شكرا شكرا لك. معنا الأستاذة شاذة، مرحبا، من الشارقة إماراتنا الجميلة. السلام ورحمة الله، تفضل أستاذة شاذة. محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، وأمه خولة بنت جعفر الحنفية. جميل. إليها. شو القصة اللي استوت ويا أخوه؟ من هو أخوه اللي تزاعل وياه؟ أخو الحسن والحسين. هو بعث له رسالة وقال له بعث حق منو؟ نعم حق منو بعث؟ بعث للحسين رسالة مشان انه هو يبادر بالصلح مشان ياخذ هو الاجر. بعث الرساله للحسن ابن علي. أيوة. وليس للحسين. بنعتبر اجابتك صحيحه، شكرا لك. شكرا لك، حياك الله. مرحبا استاذه تغريد. تغريد الو. عليكم السلام. سلام ورحمه الله وبركاته، يا هلا والله، ايش حالك؟ الحمد لله بخير. متابعتنا من البدايه ان شاء الله. نحن نظامنا ان شاء الله بيكون السؤال اجابه السؤال في القصه او في الكلام اللي بينقال ان شاء الله، عشان كذي نتمنى انكم متابعينا من الاول. هو محمد بن عبد الله بن علي بن ابي طالب. محمد بن عبد الله بن عبد الله، مو بصحيح، عبد الله بن محمد بن علي بن ابي طالب. لا لا، خطا خطا، الاجابه غير صحيحه. متصلتنا من العين، بتغيرين الإجابة؟ ها؟ بتغيرين الإجابة؟ هو مو هو عبد الله بن محمد بن الحني. لا لا لا، مو بعبد الله، مو بعبد الله. محمد. لا مو بعبد الله. أنت وترتني. لا لا، فعليك. يلا أوكي. هو محمد بن علي بن عبد الله. لا لا، خطأ خطأ. زين، انت الحين خليك متابع برنامجنا وشوف الاجابات وردي مره ثانيه، عاود الاتصال مره اخرى. اوكي، ناخذ اتصال اخر. الاستاذ وليد من الشارجه، مرحبا. السلام عليكم. يا هلا والله، السلام ورحمه الله، ايش حالك اخوي وليد؟ بخير الحمد لله. طمنا عليك. الله يحفظك، تعطينا الاجابه. محمد بن الحنفيه. محمد بن الحنفيه، ابوه منو؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إجابتك صحيحة أستاذ وليد. نتمنى من الأخوان اللي يتصلون يتأكدون من الإجابة على أساس يدخلون في السحب لهذا اليوم. عندنا جائزتين تابلت و500 درهم. ناخذ اتصال آخر. الأستاذة نعمة، مرحبا، من الشارجة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذة نعمة، إيش حالك؟ والله الحمد لله تمام. تفضلي تعطينا إجابتك. محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية، أبوه منو؟ علي بن أبي طالب. شو القصة اللي استوت وياه؟ والله أنا ما تبعتها من البداية، بس في الأخير هو كان كله على خلاف مع أخوه. نعم. وكان بده يعني منو اللي بدأ في أنه يترضى أخوه، هو ولا الحسن؟ أتوقع أنه الحسن.
لا أخوه محمد بن الحنفية هو من أرسل إلى الحسن يطلبه أن يأتيه ليراضيه لكي ينال الأجر. أيوة محمد شكرا بن لك شكرا لك يعطيك العافية شكرا لك. معنا اتصال آخر الأستاذ علاء من إمارة دبي، تفضل أستاذ علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي علاء تعطينا الإجابة. إن شاء الله. محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية، أبوه منو؟ علي بن أبي طالب. طيب أخوانه منو؟ الحسن والحسين. الحسن، أي واحد فيهم اللي استوت وياه الإشكالية ويا سيدنا محمد بن الحنفية؟ الحسن أو الحسين؟ الحسن الحسن. كيف؟ شو الإجابة؟ الحسن. الحسن، شكرا لك، يعطيك العافية، إجابتك صحيحة. نقول ألو الأستاذة فاطمة، مرحبا من الشارقة. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله مرحبا فيك، تفضلي تعطينا الإجابة. محمد بن حنفية هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشم القرشي، وأمه خولة بنت جعفر الحنفية. جميل جميل، إجابتك وافية وكافية ما شاء الله عليك، يعطيك العافية، شكرا لك. الله يعافيك. شكرا أهلا. شكرا شكرا. يا هلا والله أستاذ مؤيد، مرحبا من الشارقة من الفجيرة. أستاذ مؤيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منو ويانا؟ مؤيد العبيد. يا هلا والله أخوي مؤيد، شحالك؟ الحمد لله. عرفت الإجابة؟ محمد بن الحنفية. جميل ما شاء الله، كم عمرك ما شاء الله؟ 12 سنة. الله يوفقك ما شاء الله عليك تبارك الرحمن. منو أخوه اللي استوت وياه الإشكالية؟ حسن بن الحنفية. ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الرحمن. ممكن أخوي اشترك؟ أفا عليك، تفضل. أخوك منو شو اسمه؟ سليمان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. عطني اسمك الغالي. سليمان الأمين. سليمان الأمين، عسى الله أن يحفظك يا رب العالمين. شو هي الإجابة؟ محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية، ما شاء الله، بتأخذون جائزة واحدة ولا جائزتين أنتو؟ ها شو رأيك؟ لو فزت فيها أنت تعطي ولا لا؟ تعطي مؤيد ولا لا؟ بعطي عسى الله يوفقكم، تستاهلون تستاهلون. عندنا اتصال آخر شباب. الأخت زينب مرحبا من إمارة عجمان، تفضلي تعطينا إجابتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا أستاذة زينب، شحالك؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك، تشاركينا بالإجابة الله يحفظك. محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية، أبوه منو شو اسمه؟ ولد علي بن أبي طالب. أبوه علي بن أبي طالب، هل هو ابن السيدة فاطمة؟ السيدة فاطمة كان عندها ابنين، الحسن والحسين. لا مو بولدها. مو بولد السيدة فاطمة، هو ابن سيدنا علي بن أبي طالب لكن من أم أخرى، صح؟ هي. إجابتي الصحيحة، شكرا لك يا زينب. الاتصال الأخير ويانا ونتمنى لكم التوفيق جميعا، أختنا تغريد من العين، تفضلي أستاذة تغريد. أيوة دكتور، هو محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية، أبو من شكرا 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 لكم، يعطيكم العافية مشاهدينا الكرام. نطلع فاصل، أبقوا قريب على الشاشة، نعود بفاصل قصير بإذن الله عز وجل. عدنا لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وبنحرك الأوراق عشان نسحب الفائزين بحلقتنا لهذا اليوم. أول اسم فائز ب500 درهم، منو ويانا؟ فاطمة أحمد فائزة ويانا اليوم من الفجيرة. فاطمة أحمد من الفجيرة. الاسم الآخر اللي يفوز في تابلت بيكون ويانا علاء كامل من دبي، يستاهلون، عسى الله يوفقكم إن شاء الله، ولنا لقاء مرة أخرى مشاهدينا الأكارم. قولوا آمين بعد هذا الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44. خدمة الواتساب. الموقع الإلكتروني